أخوتي يا سلام، ربي يصب قلوبكم. اليوم 22 تموز، عيد القديس مار نهرة. مار نهرة اسم سرياني وبيعني النور. اليوم أخوتي حب هيك أخبركم عن القديس نهرة اللي فقد أهله بعمر 12 سنة، وبصر شاب وزع كل ما يملك، اللي وكان هو غني، وزع كل ما يملك على الفقراء، والتجأ إلى الحياة النسكية، إلى الدير، وبعدين الإكليريكية، وصار من أهم كهنة عصره لأنه كان فصيح اللسان وكان عقله راجح جدا. مشان هيك كمان الله أعطاه نعمة، صار يفسر الإنجيل، يعلم الإنجيل، وفتح مدرسة. كان يجول البلاد، وهو من أنطاكيا وهو سرياني، كان يجول بلادنا كلها من الجبل للساحل يبشر بربنا يسوع المسيح. رد كتير من عباد الأوثان إلى الرب، وأيضا قلنا إنه فتح مدرسة وصار يعلم فيها الدين المسيحي، صار يبشر، بشر عكار كلها، بشر طرابلس، البترون، جبيل، صيدا، صور، ورجع استقر بمدينة البترون واستشهد فيها وعلم ورد كتير إلى الرب. ألقي القبض عليه واتاخذ لعند الملك ماكسيميان، وعنده صرخ الملك وقال لهم شلوه من وجهي، بعد شوي رح يحولني لإلي لمسيحي، قد ما لسانه حلو قد ما عقلاته قد ما انه ذكي. شوف يا نهرة، أنا بعطيك هون بتصير أمير وبسلمك نص المملكة إذا بتصير معي وبترفض يسوع المسيح. فرد نهرة وقال له يسوع ربي وإلهي، أنا ما برفضه بكنوز الدنيا كلياتها. حطوه بالحبس وعذبوه كتير، وبدي أقول إنه هو قرتينه على الحبس مش مثل اليوم كان بسرعة يوصل على الحبس. شاف البعض من تلاميذه اللي تحولوا لجنود وكان ايمانهم خف، رجعوا قوى ايمانهم، والبعض منهم استشهد والبعض منهم فات معه على الحبس. لما كان بالحبس كان مكسرين كل عظامه، اجوا تلاميذه حتى يزوروه، ما كان في حرك لا ايديه ولا اجريه لانه مكسرين، فقال لهم حطوا الخبز والخمر على صدري وخلي يصير صدري مذبح للرب يسوع. وفعلا انعمل القداس وكان صدره للقديس نهرة هو المذبح اللي كان عم يتقدس عليه. القديس نهرة أمروا بإعدامه، قبعوا له عيونه الحراس وكبوه بالنهر بعد ما كان مكسر، وقلعوا له عيونه وكبوه ببير بإسمار جبال. إنما تاني يوم بيشوفوه الأهالي والإخوة إخوته المؤمنين طالع من البير وماشي. شو صار؟ قال لهم بعت ربنا يسوع المسيح ملاكه رد لي عيوني وبعتني لعند الملك حتى اقول له هيدا هو ربي والهي اللي ردني على الحياه. فعلا الملك كثير بيتضايق قدام زواره لما يعمل هيك، بيامر بقطع راسه وبرميه بذات البير، وهيدا البير هلا بيسمار جبال حد القلعه الاثريه. وفي هونيك كنيسه لمار نهره، هيدي الكنيسه كانت معبد للاوثان، وفات مار نهرة بإيده وكسر كل الأوثان اللي بقلبها، واليوم تحولت لكنيسة للقديس نهرة، واستشهد سنة 285 ب 22 تموز. إن شاء الله بينعاد عليكم. القديس نهرة معناتها النور، هو شفيع العيون بالكنيسة. بنصلي اليوم يا رب عن نية الكل بشفاعة القديس نهرة يرد لنا بصرنا الحقيقي حتى نقشع ربنا يسوع المسيح ونشيل الغباشة هيك عن عيوننا ونصير مؤمنين حقيقيين مثل ما بده ايانا ربنا يسوع المسيح. ينعاد عليكم.